مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة غلطة سايا التركي ضد من ميونخ الألماني في جولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وشترك في هذه فهذا يسعدنا وشكرا لكم ملعب المصطفى للمباراة ملعب رامس جلوبال ستاديوم بإسطنبول توقيت المباراة سوف يكون في الساعه 5 و دقيقه بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والساعه 6 و45 دقيقه بتوقيت القاهره والساعه 7 و45 دقيقه بتوقيت تركيا وقطر والسعوديه والامارات اما القنوات الناقلة المباراه قناه بي ان سبورت واحد الناقل حصري المباراه تجدون البث في صندوق الوصف بجوده فول اتش دي وبدون تقطيع الناس من الكونفور لا تنسو دعمنا بكل شراء الناس وتفعيل خاص الكل لكي توصل دائما بمواعيد وصفة صوم القوية والمقبرة وانا لكم موعد في موعد قادم